استوديو رقم 2. أهل الناصر، اليوم حديثنا عن فنان مطرب متميز بخامة صوت فيها الحنين والشجن الجبلي والطربي. أما عن طبقات صوته فهي من القرار، واللي سماه وديع الصافي طبقة الأراضي حتى بوصل للجواب. عم نحكي عن الفنان والمطرب طوني حنا. ما كان والده يخليه يغني غير بالكنيسة، ولأجل الصدف وبنفس منطقة المدرسة اللي بتعلم فيها طوني حنا كان في مكتب وديع الصافي بالحازمية، ومكتب بيت الرحباني في بدارو، ومكتب زكي نصيف بوجه الكنيسة. كانوا يتجمعوا هناك الفنانين وديع الصافي وفيروز الأخوان الرحباني في المناسبات. ولأجل الصدف وهون وديع الصافي اكتشف صوت طوني حنا وتواصل مع الأخوين الرحباني لحتى يوصي عليه. ومن هذاك الزمن بلش طوني حنا مع الأخوين الرحباني في سلسلة عروض، أولهن كان في مهرجان بعلبك عام 1966. يعني إذا بنحسبها بالورقة والقلم للفنان طوني حنا 60 سنة من الفن والأغاني والطرب. أرشيفه مليان بالأغاني عن الأرض عن البحر وبالذات للمغتربين، وبيقول أنا من مدرسة وديع الصافي. أستاذ وديع ما حدش بيقدر يوصل له، وأنا واحد مسجل بالمدرسة تبعوله الجامعة اللي فتحها للفن. مين فينا الصبح ما بيسمع يسعد صباحك كلمة البلبل شدى؟ يسعد صباحك كلمة البلبل شدى. ولا بأعراسنا من شرد لي الغزالي؟ يابا يابا لح يابا يابا لح يابا من شرد لي الغزالي. في بعد بأرشيفه وبأرشيفنا كتير من الأغاني إذا ما خطر على بالك. خطرنا على بالك خطرنا يا وعلى أنغام خطرنا على بالك. خطر على بالنا نتواصل مع الفنان والمطرب طوني حنا. الفنان طوني حنا موجود في بيته بضيعة معاد، وإحنا من مدينة الناصرة من راديو الناس منرحب فيه ومنقول له أهلا وسهلا فيك أستاذ طوني. يا مرحبا، أهلا بالياس وبالإزاع. يخلي لي إياك. في عمالقة سبقوا مثل الأستاذ وديع الله يرحم روحه ما حدش بيقدر يوصل له، وأنا واحد مسجل بالمدرسة تبعوا له الجامعة اللي فتحها للفن. فسجلت كنت عزيز على قلبه قد ما هو عزيز على قلبي الله يرحم روحه الأستاذ وديع. الله يرحمه ويخلينا إياك. ضلي بصحتك أنت وأهل الناصرة كلهم. الله يخليك أستاذ طوني. يعني بما أنه حكينا عن قديس الطرب وديع الصافي، أول لحن غنيته هو من ألحانه لعيوني غريبي. نعم بالضبط يا الياس بالضبط. شو بتحكي لنا عن قصة هالأغنية كواليس هاي الأغنية؟ هذه الأغنية كنت أشتغل بلندن بعمر خيام بالسبعينات. وصل أستاذ وديع عنده حفلة عن يرندح على العود ويلحن هالأغنية. لعيوني غريبة ولا صوتي غريب. قلت له يا أستاذ وديع إذا هذه الأغنية بتعطيني إياها، قال لي إيه بس في شرط بدك ترجع على لبنان وبعطيك هالأغنية. رجعت على لبنان بلا تورسيري ورحت لعنده على الحزمية. كان سليم كرزل الله يرحم روحه قاعد عنده بقوت الأزاز. وكان يسحر البريق برا على طرف الشباك. أخذ البريق وشرب وقال لي يحول مؤلف الغنية سليم كرزل الله يرحمه مينون هون معك 100 ليرة تعطيها؟ قلت له لا بالضبط هيك كنت معبلك. ما كانش حامل مصاري ما معيش 100 ليرة. قال لي أنا معي. هو لابس الروب أستاذ وديع. قام متلي رعته إياها وطلب منه يعمل لي إسقاط حق بالغنية لأنه تأليفه. عمل لي إسقاط حق، قال لي صار فيك تسجلها. بزيت الوقت تلفن لرفيق حبيعة قال له بعت لك شخص لإلي بخصني لإلي
بدك تنتبه لي عليه. هو عرفني على رفيق بيا كمان الله يرحم روح. تعيش يا خيي. قديش بدي اترحم على جميع الموتى يا رب. خلينا اياك استاذوني. خلينا اياك استاذوني. وسجلنا الغنية كان في تلج عند نبيل ممتاز بشارع المزرعة تذكر. وقالوا لي فرقة الإذاعة كلها أنا بدي أتقن الغنية ومن الأساس الأغاني تبعولي لازم يكونوا متقنين لأنه ما بعرف لوين بيودوا وواصلين ومن بدي يسمعهم غير الحفلات تسجيلها. جبت فرقة الإذاعة اللبنانية كلها كانوا 35 واحد كمان عبود عبد العال وكلهم الله يرحمه ورفيق بيها وكل اللي بيشتغلوا بالإذاعة. قالوا لي تلج رح نسجل نحن. الأستاذ وديع ما رح يقدر ينزل. قلت له ليش شو تلفن؟ قال لا. قلت له لا بينزل. شوي معه ابنه ميلاد صغير مهدي بإيده كان عمره 5 سنين نزل عمل السولو على العود. وقت اللي بجيب ذكر الأستاذ وديع بنسى أنه أنا بغني. بنسى بالمرة ما بغني. بصير سميع للأستاذ وديع على المقدرة سبحان اللي عطيها الصوت اللي أجمل صوت بالكرة الأرضية وأكبر مقدرة بالكرة الأرضية وإحساس ما حدا بيقدر يتخيل قصة إحساسه. فجيت أنا يا صاحبي بدي بلش الغنية ما يطلع شيء أبدا. مسئين كل مرة بعيدوا الغنية تكلفني 3-4 آلاف ليرة هديك الأيام عم خبرك لأنه بياخدوا على الساعة. ما كنتش أسأل عن هالموضوع ولكن استاذ وديع قام وقف من بعد سولو العود قال لي ليك تونو لحلك شغلي هلا بيطلع صوتك بس انا فلت بوجودي من زمان وجاي ما طلع صوتك وهلا مش رح يطلع انا رح فلت انت بتسجل على محلك. بسني وتشكرته وطلعت معه على العربيه ورجعت على استوديو. قال لي استاذ رفيق فينا نبلش؟ قلت له طبعا. والله طلع صوتي سجلت الغنيه. وجوده هو كان أكثر ضغط على كتر ما بحس الأستاذ وديع وبسمعه. مين بده غني مثله يا أخي؟ نضحك على حالنا. يعني غريب أنه ما كان بوجوده ما بعمري قدرت غنيت شيء. هيدي قصة لعيوني غريب سجل. لعيوني غريبي ولا صوتي غريب ضيعني حبيبي ومن حدي قريب بنفس السدي في حداي حداي ومضيع قلبي وعمري ضيع قلبي وعمري وحضروا بالأحباب حداي حداي بتعرفوه طبعا طبعا. وفي بعد غنية اني كانوا 4 مدري 5 بدي أذكرك بحفل كبير كان في مسرح في البرازيل. وقتها سألك واحد من الحضور مش عربي بقول لك كان في جمهور بوقت يسكت ويهدى كأنه حزين ووقت كان مبسوط ويرقص مع نغماتك ومع صوتك. عفيف هيدا كان مدير عام بعده لكل كازينويات لاس فيغاس كان عامل جولة ورحنا على ريو دي جانيرو وهيدا ما بيعرف عربي وهو البورد هو رئيس البورد بتذكر لك اسمه هلا بعد شوي. على كل الاحوال يطلع بالناس لقيهم شايفين وعينيهم دمعين شوي جنوا قالوا يا عمي شو عم بيعمل هالمغني كيف تعرفها وانت يا ليس ضليع منك هين بهالقصة الله يخليك. المونتي ليبانون بسان باولو يبقوا ينتروني تروح لانه كنت اتقن هالموضوع عندي 12 دبيك معي وفرقة كثير كبيرة وكمان عمل هيك ماريانو موريس اللي هو أكبر مدحن بالأرجنتين اللي أخذ شقة أرض من الأرجنتين معك مضيلي على السيدي تبوله. وبدي خبرك عن مغني فرنساوي طلب من الـ MEI اللي هي بتسجل هالأغاني اليوم زمان خطرنا عبالك تيعملها بإسبانيولي واو يلي رفض. انا ما رفضت ايه خطرنا عبالها كانت عالمية وبعد لهلا بتتغنى بقى بده يغنيها باسبانيولي اللي رفض استاذ رفيق الله يرحمه روحه. انا كان بدي يغنيها باسبانيولي قال لي لا انت بقى تغنيها رفيق بقى كنت روح كتير على الارجنتين من برازيل. هيدا المزبوط اللي عم تقول لي هي صار هيك في هالحفل البيت في سان باولو بالنادي اللبناني. طيب احكي لك على مجموعة أغاني لحضرتك
اللي فيهن كلمة بتتكرر أو خلينا نقول صفة معينة بتتكرر، اللي هي مثلا إحنا ممكن نقول هنا في الغزال مثلا أغنية يابا يابا له من شرد لغزالي، وأغنية غزال الحي، بنلاقي الغزال دائما موجود هيك حاضر معك في الأغاني. يعني شو بتفسر هذا؟ هل هو مقصود؟ معلوم مش بالصدفة أبدا، مقصود ومعانيها كتير كبيرة وضليها بالشعر. يعني أنا مغنى دخلي كل هوا شمالي، في العتابة لازم تكون مثلا ثلاث أوافي بنفس الكلمات بنفس المعاني أنت بدك تفسرهم. هودي العتابة هيك، دخلي كل هوا شمالي، دخلي كل هوا شمالي والهوا بقلبي شمالي، صار اثنين شمالي، درفت الموجود شمالي وبعد بكرة عديري حليتي ومشاكل قلبي حليتي. عرفت شو بقصود؟ ثلاث كلمات زي نفس الشيء بثلاث معاني، هني نفس الكلمة بثلاث معاني وهيدا الصعوبة بالشعر، وهيدا منمتاز فيها نحن هون بلبنان بالشعر اللي عنا وخصوصا بالعتابة. علينا علينا بعد ما زعلت ورقتوا القلب عبر عن شعور ورقتوا، اللي بيعرف مش رح تربح ورقتوا بس تنظر مصاري بالجيار. أستاذ طوني، يعني بهاللفت اللي حبينا هيك نحكي معك فيها ونكرمك، يعني كتير ناس بحبوك وكتير ناس بحبوا يطمنوا عليك، فلو بكلمة صغيرة شوفي بقلبك رسالة لكل الناس من طوني حنا. خليني خبرك عن طوني حنا يلي هو صادق كتير مع ربه، خلقت هيك وعيش في ضيعة فيها 100 بيت اسمه معاد، وخلقت فيها وقضيت العمر كله لحديت هلأ. أنا وهون سفرت العالم كله 5-6 مرات، كل الكرة الأرضية برمتها، لو متجنس أمريكاني، ولادي بأمريكا، وعندي 8 أحفاد من بنت وصبيان جوزوا بكير والحمد لله خلصنا من القصة، عملنا واجباتنا وهن عايشين بأمريكا بيجوا لعندي بالصيف أمي وأمهم أو إيه. وهيك هو طوني حنا، إنسان عادي مؤمن بربه. أستاذ طوني، إذا هالرسالة وصلت حرفياً للناس اللي عم تسمع أو ما وصلت وإحنا منقول لك شكراً لإلك أستاذ طوني. الله يحفظك، أهل النصر عزيزين عليك، وفي عندكم نبيل عزام موجود بكاليفورنيا كمان أستاذ كبير عمل دكتوراه عن عبد الوهاب كمان من النصر، أهل كتير قراب لبعضهم. إن شاء الله يوصل شي نهار قبل ما موت تقدر زوركم بطريقة شرعية. شكراً كتير، موفق للوس. وبعد ما كنا بهذا اللقاء الجميل والحلو والعفوي والمليان وفا مع الفنان والمطرب طوني حنا، حبيت أنهي في كلمة سمعتها من كتير من فنانين العالم العربي، منهن الكبار منهن النجوم ومنهن بأول طريقهن. الكلمة هي الوفا، الوفا بكل معنى الكلمة وبكل مناحي الحياة. أما إذا بنحكي عن الموسيقى والفن فعم نحكي عن نجوم عاشوا النجومية وعاشوا الأضواء والشهرة، ورغم هيك كانوا أوفياء، مثل أغنية سألوني الناس اللي عبر فيها منصور وفيروز وزياد الرحباني لوفائهن لعاصر الرحباني. عن الوفاء كمان حكى ملحم بركات وجورج وصوف وكتير بعد نجوم من العالم العربي. ومن رأي شخصي سر نجاح هدول الفنانين في مسيرة الفنية هو الوفاء. وقبل الختام يا ناصر، راح أسمعك أنت والمستمعين جزء من أغنية من شرد للغزالي، وتجربوا تعرفوا مين اللي غنت مع طوني حنا هاي الأغنية. إذا عرفتوا مين الفنانة ابعتونا على واتساب راديو الناس 053-220-440 ورح نقرأ إجاباتكم خلال الساعة القريبة من البرنامج. ناصر، البث عندك.